السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم في لكل زمان ومكان، والذي يأتيكم يوميا خلال شهر رمضان المبارك. إن سألت عن حال أمة الجسد الواحد فهي جريحة في قلبها النازف فلسطين، أما أعضاء الجسد فلم تتداعى لغزة وأهلها لا بالسهر ولا بالحمى إلا ما رحم ربك. فهل لأنهم غثاء كغثاء السيل، أم لأن رؤوس هذه الأمة تقاعسوا فلهم نصروا ولا تركوا غيرهم ينصرون؟ السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم في هذه الحلقة. نتحدث عن حال الأمة وما يجري في غزة في ليلة 27 من رمضان، مع فضيلة الشيخ حسين حلاوة، الأمين العام للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث. فضيلة الشيخ، بين يدي هذه الليلة العظيمة، الليلة الفرد من ليالي العشر الأواخر من رمضان، والتي ورد فيها أنها قد تكون ليلة القدر، كيف نتحرى حال أمتنا ابتداء قبل أن نتحرى حال هذه الليلة العظيمة المباركة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأزكى الصلاة وأتم التسليم على سيدي إمام النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله العالمين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والصحب الكرام ومسار على نهجهم إلى يوم الدين. حييك أخي الحبيب الأستاذ جمال، وحيي إخواني وأخواتي المشاهدين في كل مكان من أرض الله سبحانه وتعالى. ونحن نستقبل ليلة 27، وهي لا شك أحد الوتر، وقد جاءت فيها أحاديث أيضا يعني تدل أو ترشد إلى أن هذه الليلة من الممكن أن تكون ليلة القدر، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. المسلم عليه أن يجتهد في كل ليالي رمضان، وخاصة العشر الأواخر، وخاصة الخاصة الليالي ذوات الفرد، والتي لم يبقى منها إلا ليلتان، هذه الليلة وليلة 29 بإذن الله سبحانه وتعالى. سأل الله أن يتم علينا النعمة ويكمل لنا العدة بإذنه سبحانه وتعالى. يا سيدي، حال الأمة يعني لا شك لا يرضي أحدا، والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذا الواقع الذي نعيشه اليوم، عندما قال: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يا رسول الله؟ قال: لا، إنكم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. الغثائية التي وصلنا إليها هذه أو في هذا العصر غثائية لا يمكن، يعني ربما قرأنا عنها في التاريخ، لكن كان في يقولون كان التتري يدخل إلى بغداد فيقتل حتى إذا انثنى سيفه أو يعني انتهت ذخيرته يقول للمسلم: انتظرني حتى آتي، فينتظر حتى يأتي. هكذا كانوا يقولون، قد لا تكون هذه القصة صحيحة، لكن ده واقع الأمة اليوم. واقع الأمة اليوم العالم الكبير يتحكم فيهم كأنهم يقول لهم: انتظروني حتى آتيكم، فيقتل في غزة ما يقتل. وأنا كما ذكرت في خطبتي اليوم، هو يصدر البيانات والاستنكارات في الصباح، ويهلل يعني لحقوق الإنسان، ويجب أن يكون واجب، وفي المساء يرسل الذخائر والأسلحة والطائرات الحربية وإلى آخره، ويفتح المجال الجوي والبري والبحري حتى ينقذ العدو من كل شيء، الطعام والشراب والغذاء والسلاح والكس وكل حاجة. هذا هو حالنا للأسف. لكن أنا يعني أحب أن أقول: لا، الشعوب لا شك تتحمل جزء من هذا الأمر، لكن أنا متأكد أن الشعوب لو أتيح لها سيرى الإنسان منها الخير الكثير. ما الذي يدعك فضيلة الشيخ متأكدا من ذلك؟ وهل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن حالة الغثائية التي تعيشها الأمة كان المقصود بها قيادات هذه الأمة، أم كان المقصود بها الأمة ككل قادة وشعوبا؟ هو لا شك اثنان إذا صلح صلحت الرعية،
الأمراء والعلماء. وإحنا مشكلتنا في هذا العصر في أمرائنا وعلمائنا. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصد الأمة كلها، تتداعى الأمم على كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، لا شك أن المحرك للشعوب هم الحكام والعلماء. فإذا كان الحكام والعلماء في وادي والشعوب في وادي، فضلاً إذا كان الحكام جلادون والعلماء مطبلون ومصفقون، كيف سيكون حال الشعوب؟ والإنسان لاحظ في حياته وكذا يعني أن الحاكم عندما يكون صالحا وعندما يعطي شعبه شيئا من الحرية بترى العجب، بترى فعلا حياة الأمة. إحنا أمة تغفو، نعم تغفو، لكنها لا تموت، لا تموت بأي حال من الأحوال. هذه الأمة الحية رؤوسها يتعاونون مع المحتل، في بعض الأحيان كما ذكرتم يرسلون له الذخيرة، وفي أحيان يرسلون له الطعام الذي يمنعه عن أهلنا في قطاع غزة. قيادات هذه الأمة فضيلة الشيخ، هل تنتمي لهذه الأمة عندما تخذل قضية الأمة الأساسية، قضية فلسطين، قضية غزة؟ هي تنتمي إليها جسدا ربما، لكنها ما شعورا وإحساسا هي في وادي، والأمة في وادي آخر. يعني عقلا ووعيا هي في وادي والأمة في وادي آخر. يعني لو أن يعني ما يسمى بمنظمة التعاون الإسلامي لو اجتمعت واتخذت قرارا صامدا واتفقوا على تنفيذ ما في هذا القرار، أنا أقول لك لارتعب العالم، ارتعب بمعنى الكلمة. يعني قد لا يكون عندهم ما عند الغرب من أسلحة وإلى آخره، لكن هم يخافون الغرب إذا وجدوا. يعني أحيانا المقاطعة التي يصنعها الشعوب، بعض المقاطعات هذه بترج الأرض من تحت الحكام، ليس من تحت أصحاب الشركات فقط، إنما حتى من الحكام. جعلت حاكم زي حاكم دولة من دول أوروبا يقطع المسافات ويركب الطائرة ويصل إلى شيخ الأزهر ليقابله محاولا أن يصدر منه فتوى بأن هذه المقاطعة غير شرعية ولا تجوز وإلى آخره. لما فعل هذا الحاكم وجاء من بلده ليقابل شيخ الأزهر؟ لأن المسلمون في بلدي قاطعوا شركات معينة وقاطعوا وإلى آخره، أثرت على الاقتصاد عند هذه الشركات. هذه الشركات ضغطت على الرئاسة، لأن هكذا الناس هنا يتعاملون في الغرب، هكذا رؤوس الأموال ضغطت على السياسيين، فتحرك السياسيون لنجدة رؤوس الأموال. هي الدائرة تدور هكذا. الآن فضيلة الشيخ، هذه الأمة وهذا حالها، البعض سيقول لما كل هذا التباكي والحديث بسلبية عن حال هذه الأمة في عصرنا الحاضر، والأمة الإسلامية تعيش التمزق منذ قرون. البعض يقول إن التمزق دب في جسد هذه الأمة منذ استشهاد الخليفة الثالث الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، فلماذا نحمل واقعنا أكثر مما يحتمل؟ لا يعني معلش، بعد استشهاد الخليفة الراشد لا شك حصلت مصادمات، وكان بعضها بين الصحابة رضوان الله عليهم البعض، لكن سرعان ما التأم التاريخ والتأمت الأمة وتوحدت. يعني اتساع رقعة الأمة كان بيجعل في بعض النتوءات هنا وهناك يعني، لكن الأمة باقية كجسد يمثلها حاكم وإلى آخره، ومر بعصور زيها لا شك، نعم مر بعصور زيها ومر بفتوحات، نعم يعني أعظم الفتوحات يعني وأكثرها ما تمت بعد ذلك، بعد استشهاد، بعد حتى استشهاد الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه في عصر الدولة الأموية وهكذا، وإن كان انحصرت قليلا في عصر الدولة العباسية لكنها توسعت وكانت الأمة. ممكن
يخرج من هنا زي كما قلت إن يعني نتوءات هنا وهناك، لكن الأمة كأمة لا بقيت. ما كان يستطيع يعني، كان عدوها يهابها، لم يكن أحد خارج يعني بيضة الأمة الإسلامية يستطيع أن يتحكم فيها كما يحدث اليوم، بل كان أبناء الملوك والأباطرة والقياصرة والأكاسرة يرسلون أبنائهم ليتعلموا في حاضرة الإسلام في الأندلس وفي غيرها من الحاضرات. يومئذ كانوا يرسلون أبنائهم، وكان حكام هؤلاء يخاطب يعني الحبر الأعظم ولا الصدر الأعظم ولا بقول سيدي وهكذا. يعني لماذا؟ لأن الأمة كانت عزيزة، كانت متمسكة بدينها، وإن كان فيها بعض لا يعني لا نقول بأنها كانت يعني 100% أو كانت يومئذ على العصمة، لا، هم بشر ويعتري ما يعتري البشر، لكن السواد الأعظم بتاع الأمة حكام الأمة يومئذ كانوا يختلفون. يقول يعني نعم الـ تفضل. يعني السلطان عبد الحميد وهو يعني يعني من الضعف في 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 احتوائه للسلطنة كان باديا، وكانت عليه من الديون التي يعني أرهقت، وكان هناك من يقود، وعرضوا عليه فلسطين مقابل أن يسددوا ديونه وأن يعطوه ويعطوه ويعطوه ويثبتوا ملكه وتقوى، لكن الرجل كان واعيا، كان واعيا، ولذلك رفض هذه العروضات كلها، أموال ولا مناصب ولا إلى آخره، ويتنازل عن فلسطين، يتنازل عن القدس، ما قبل هذا. نعم، وهو في حال الضعف. الأخ يسأل فضيلة الشيخ، ما حالنا في ضوء حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي صححه الألباني في صحيح أبي داود؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. لا شك هو ده الواقع الآن، هو هذا واقع الأمة، يعني واقع الأمة هكذا، هو هذا يعني للأسف. النبي صلى الله عليه وسلم عندما يصف شيئا بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم يصفه عن وحي، لا يصفه عن تخبط ولا عن تنجيم، يصفه عن وحي. هذا واقع الأمة، الأمة الآن في واقع يعني كما ترى العالم الأول وعالم الثالث، لو في كان عالم الخامس والعاشر كنا وضعنا فيه. يعني كل الأمة، أنا لا أذكر أمة يعني دولة من الدول الإسلامية في العالم الأول ده، إنما كل الدول تقريبا في العالم الثالث، يعني حتى ما عندها من مال من 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 من, من لكن كلها في مسمى العالم الثالث. شاءوا لنا هكذا أن نكون نحن في العالم الثالث وأن يكونوا هم في العالم الأول. نعم، لكن معنى الحديث فضيلة الشيخ يعني العينة الربا، لكن أذناب البقر، الأخ يسأل ما المقصود بأذناب البقر؟ هل هو المقصود الانشغال بالدنيا والصناعة ثم الزروع؟ وكيف نعيش إذا لم نزرع ولم نصنع؟ هو ليس المعني أننا نترك الزراعة والصناعة وأن ننشغل بتوافه الأمور وحقائر الدنيا وأذناب البقر لعلها مثال لهذا، ليس المعنى هذا أبدا، بالعكس، ده النبي صلى الله عليه وسلم دل الأمة أن تعمل، ونحن جئنا لعمارة الأرض، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، طلب منكم عمارتها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة شجرة صغيرة قال فليغرسها، فليغرس إذا قامت القيامة، فما بالك لما تكون الحياة. والصحابة كانوا يتجروا، كان منهم التجار، وكان هناك الزراع المهتمين بالزراعة وهكذا، لكن كان لكل شيء مكانة، كانت الأمة تعرف أولوياتها، كانت الأمة تعرف
متى تخرج للنفير ومتى تبقى، لا يستطيع عدوها أن يأتي إليها أبدا ليعتدي عليها، إنما هم الذين كانوا يبادرون إذا سمعوا أن هناك نية للعدو، نية لهذا العدو أو ذاك أن يعتدي على الأمة، كان الأمة تتحرك. عندما علم النبي عليه الصلاة والسلام أن الروم تجهز جيشا، جهز لهم وأرسله إلى مؤتة ليقاتلوا الروم هناك، ولم ينتظر حتى يأتوا. حتى قريش عندما علم أنهم سيأتون خرج إليهم، يعني ليحافظ على بيضة الأمة ويحافظ على الأرض من أن يعتدى عليها أحد. يعني لكني الآن، نعم تفضل تفضل، لكني الآن كما نرى يعني غزة هذه التي يعني البلدة الصغيرة التي يعني 2.5 مليون ولا أقل قليلا أو أزيد قليلا، والعالم كله ينظر إليهم وهم يبادون وهم تهدم بيوتهم ومستشفياتهم، حتى الحاجات المحرمة في الحروب اللي وقعوا عليها تباد ولا أحد يتحرك. طيب فضيلة الشيخ، يعني ما حالنا في ضوء هذا الحديث الذي يتحدث الرسول صلى الله عليه وسلم عن ألا تشغلنا الصناعة ولا تشغلنا الزراعة عن الهم الأساسي لهذه الأمة، وهو الدفاع عن هذه الأمة، عن الدفاع عن بيضة هذه الأمة، أن تكون هذه الأمة قوية يهابها الآخرون، وأن إذا اعتدي عليها أن تدافع. ما حالنا ونحن أصلا تركنا الصناعة وبتنا نستورد حتى إبرة سم الخياط، الإبرة صرنا نستوردها من غيرنا، وحتى الحبوب، حتى الطعام بتنا نستورده من روسيا وأوكرانيا، وأسلحتنا هذه التي تتكدس وتصدئ في مستودعاتها وندفع ثمنها من قوت أبناء هذه الأمة. ما حالنا إذن إذا نظر إلينا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو يذكر هذا الحديث؟ فحالنا هل هو أننا يعني فقط تركنا الجهاد، تركنا الدفاع عن هذه الأمة، أم حتى تركنا الزراعة والصناعة؟ نحن تركنا كل شيء، حتى الإنسانية التي يجب أن نتحلى بها تركناها. فنحن نرى أهلنا وإخواننا وأحبابنا، نرى النساء ونرى الأطفال والإنسانية لا تتحرك. لو فتحت الحدود بس وقيل للشعوب تفضلوا، يا أيها العالم إن لم توقف الحرب سنفتح حدودنا وسيتحرك الناس، لن يستطيع أحد، لن تستطيع القوة أن تأتي لتبيد هذه الشعوب. من وجهة نظري طبعا، ممكن أكون مخطئ لكن هذا وجهة نظري، لن تستطيع هذه القوة، لو فتحت الأبواب لن تستطيع لتبيد هذه. وطبعا نحن لا ندعو لا لقتال ولا لحرب، ندعو بس الناس هكذا بأجسادها توقف القتل، تدافع عن النساء والأطفال. ذاك أنا أقول هكذا، أقول هم يقولوا إن لم توقفوا، أقول هكذا وأقول مش إحنا الشعوب اللي تقول هذا الكلام، أنا أقول الحكام يقولون لهم إن لم توقفوا هذا الاعتداء فنحن لا نستطيع أن نقدر على شعوبنا أن تتحرك. كلام فقط يا سيدي، سيخافون. هؤلاء ربنا وصفهم في القرآن الكريم وصفا دقيقا. لماذا هانت شعوبنا على حكامها ولم تهن الشعوب الغربية على حكامها؟ ها أنت تتابع فضيلة الشيخ عندك في أيرلندا ونحن في الغرب، كيف يخشى الساسة والنواب من ناخبيهم ويكيف مواقفهم السياسية بناء على ذلك؟ كيف أن حتى بايدن رئيس أعظم دولة على وجه الأرض الآن بات يحسب حسابا عندما ينتقد حكومة الاحتلال الإسرائيلي، لأنه يرى بعض ناخبيه منزعجون من سياسته تجاه الاحتلال؟ لما هان العرب على حكامهم؟ السبب واضح والرؤية يعني جلية أمامنا. هؤلاء الحكام يعرفوا أنهم ما قعدوا على هذا الكرسي إلا بانتخاب حر، سميه ديمقراطي سميه أي ما شئ، هو انتخاب حر ديمقراطي وصلوا به بهذا الصندوق إلى الكرسي، ليس لا بالتزوير
ولا بدفع أموال ولا بأي حاجة أبدا. يعني بيكون في الحكم ويرسب، بيكون في الحكم وحزبه يرسب كذلك. لماذا؟ لأنه لم يؤدي أداء يرضي شعبه، يرضي الداخبين، ولذلك هو يبحث عن إرضائهم، يبحث عن إرضائهم. يعني لما الرئيس الحكومة يقدم مشروع معين ثم هذا المشروع لا 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 ينتخب، أو بمعنى لا لا يعني لا ينجح في الانتخاب، المشروع في الاستفتاء حصل عندنا، إيه اللي حصل؟ استقال رئيس الوزراء، رئيس الحكومة نفسه شعر إن هو بما أن الشعب لم ينتخب أو لم يعني يوافق على المشروع الذي عرضه عليه، إذا هو لا يريده، أو هو الرجل لا يريد إلا هذا المشروع، فأحدهما المهم أنه ترك الكرسي، تمام؟ هو يعني هكذا. أما عندنا لا، عندنا الحكام جاءوا رغم أنف الشعوب، رغم أنف الشعوب، حتى الشعوب التي قامت بشيء من الحرية وانتخبت رئيسها انقلب عليها ووضع الذين انتخبوه والذين يعني كانوا وراءه وضعهم في السجون وحكم عليهم كما نرى يعني أمام أعيننا، والآخرون الذين انقلبوا. يعني الوضع مزري عندنا الحقيقة، الوضع عندنا مزري خلافا للغرب. لا 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 يمكن أعمل تشبيه، لا يوجد تشبيه أبدا. ما لما يخاف الحكام من شعوبهم في الشرق الأوسط ولا في دول الإسلام؟ لما يخاف؟ الشعوب لا تملك من أمرها شيء.